اقول لكم قصه دمها خفيف. احنا بالليل بقى ولازم نهزر يعني. الجماعه في اللجنه الخماسيه عايزين يعملوا متحف. فلو تعمل متحف هتجيب الكؤوس، هتجيب الميداليات، هتجيب الناشين، هتجيب شويه الحاجات الجميله بحيث انك لما تدخل الاتحاد، داخل اتحاد كوره اتحاد مصر اللي هيحتفل بالمئويه بتاعته بعد شهور بامر الله سبحانه وتعالى. فجم دوروا على ايه؟ دوروا على الكاس بتاع افريقيا اللي احنا احتفظنا بيه مدى الحياه. ففين يا جماعه الكاس؟ فروح هنا روح هنا روح هنا. في الاخر قالوا لهم ايه ده؟ خدوا الكابتن احمد حسن. مين؟ الكابتن احمد حسن. فسالوا الكابتن احمد حسن، قال لهم انتوا هتلبسوني تهمه كاس ايه اللي انا خدته؟ طب انا يعني ما حصلش يعني. طب هل الكابتن احمد حسن يعني مضى؟ قال لك لا. مضى انه استلم؟ لا. طب مضى انه رجع؟ برضه لا. طب فين الكاس يا جماعه؟ اكتشفوا ان الكاس مش موجود. كاس افريقيا اللي مصر احتفظت بيه مش موجود في اتحاد الكوره. الفترة اللي فاتت دي لما ابتدينا نعمل المتحف او فكرنا نعمل متحف لاحياء تراث كرة القدم المصرية، هو ده اللي خلانا نبتدي نبحث في فين المقتنيات الخاصة بكرة القدم وهي موجودة فين وايه اللي موجود في المخازن. ابتدينا نطلع على الجروب. هو كاس 2010 بس اللي مش موجود ولا في كؤوس تانية مش موجودة؟ لا، في حاجات تانية كتيرة، في حوالي 23 كاس مش موجود. 23 كاس؟ تقريبا. حاج محمود، سؤالي المباشر، يعني انت يوم ما مشيت من الاتحاد الحاجات دي كانت موجودة؟ الحاجات دي رجعت. حضرتك مش كلها اتسرقت، اللي اتسرق رجع. 2010 بقى حضرتك بقى رجع بعد ما مشينا، حد استلمه تاني انا مش فاكر دي بصراحة بقى. لكن انا متأكد ان 2010 قالوا انه كان بيلف مع اللعيبة ومع الجهاز ما جاش الاتحاد، ما اعرفش هو مع مين. يعني زي ما مجدي عبد الغني قال النهارده احتمال يبقى مع شوقي غريب. معرفش والله يا فندم، يعني لو اعرف انما انت بتقول لي اللي اتاخد رجع. طيب. ايوه يا فندم. فين الكاسه يا كابتن احمد؟ طيب خليني عشان الخص لك الموضوع. طبعا يمكن انا لما اتقال الكلام ده كاس افريقيا، لو تفتكر يمكن احنا بعد 2011 فعلا انا كان معايا قاعد معايا الكاس فتره طويله والكلام ده وكده، بعد كده سلمت خلاص اتحاد الكره المصري وكانوا موجودين على فكره الكاسات، وكان وقتها العميد طاهر السويلم موجود وكان كابتن عزمي مجاهد، الكلام ده من فتره طويله قوي. انما طبعا يعني الكاس فين؟ الكاس مش فين طبعا؟ ما اعرفش طبعا، لان انا حتى يمكن كان اتكلم معايا كابتن محمد فضل اللي هو عضو اللجنه الخماسيه، وكان اتكلم معايا من كام يوم وسالني بيقول لي ده احنا عاملين حاجه جديده وعايزينك تبقى موجود وافتتاح وعاملين حاجه بنسبه 100 سنه على المنتخب والكلام ده وكده، وعاملين حاجات كويسه وعايزينك تبقى موجود معانا، حتى في كاس احنا مش عارفين فين، طب نسال والكلام ده وكده. طب انت ايه الاخبار؟ قلت له لا والله الكاس مش عندي فضل وما اعرفش. انا الكاس ده من 2011 تقريبا الناس اخذت الكاس وخلاص والقصه دي انتهت والموضوع ده انتهى. طب معلش يا كابتن احمد، لما سلمت الكاس في 2011 او استلمته قبليها، مش ده بيبقى بمحاضر تسليم وتسلم؟ يعني انه بيبقى في توقيع على انه تم تسليم الكاس وكده؟ والله ما حدش قال لي وقتها ان انا امضي على لا ما حصلش. اين ذهب الكاس يا كابتن شوقي؟ والله يا كابتن عمرو انا عايز اسالك انت، اين ذهب الكاس؟ ده فيلم الموسم ده. ايوه والله العظيم فيلم الموسم. والله انا برضه زي الكابتن احمد حسن ما قال لك كده، قمت الصبح لقيت الكابتن مجدي عبد الغني بيقول ما تسالوا طب اسالوا الكابتن شوقي. اسال شوقي غريب يكون عنده. الكاس كانت موجوده، ممكن لعيبه بتتفرج، لعيبه بتعمل كل، بعد كده بيرجع اتحاد الكوره. مفيش حاجه اسمها ما بيرجعش. يعني معلش انا اشتغلت كتير في اتحاد الكوره، حتى كاس 86 بيتكلموا عليه، ما انا كنت بلعب والكاس موجود.